القراءة فيها طاقة مائية كتير، طاقات نارية وترابية وهوائية، كل الطاقات موجودة، بس الأبراج موجود برج الجدي وبرج الجوزاء فقط. وأنا حتى برضه بشوفه برج الجوزاء برضه برج الأسد، يعني بينفع برج الأسد وبرج الجوزاء. طيب تمام، خلينا نشوف طاقتك. طاقتك حكينا فيها إنه أنت حاليا بضربة حظ، فايت مشروع، واحتمال لمنكم إنه أنتم مخلين هاي العلاقة للمصير، هو المصير اللي يحركها للأمام، أو مثلا إن مثلا إشي من الله هو اللي يحرك هاي العلاقة. أنتم شايفين الشخص هذا متباعد، زي أخذ منكم على جنب وزعلان وقافل عليكم السوشيال ميديا، أو قافل عليكم نهائيا، وهو مو مقرب ناحيتكم نهائيا. كمان هذا الشخص حاليا وضع الكوين اوف سورد، كانه حاطط حدود لكل شيء، قاطع مع علاقاته مع كل العالم، واعماله هلا بفكر بالمنطق والعقل، وكمان هو يمكن انسان عقلاني وكلامه حاد شوي، وعنده قراراته لا رجعته في قراراتي. كمان هذا الانسان يمكن يختلف عنكم من مدينة اخرى، من مسافة تانية، انسان هو ناضج، احتمال يكون اكبر منكم سنا، في فرق في العمر، في المسافة، واحتمال يكون من كجو الاخر، من جنس اخر، من جنسية اخرى، من طوائف اخرى، احتمال في فرق بيناتكم. طيب خلينا نشوف هذا الإنسان شو مشاعره معي. وزعلان جدا جدا جدا، لأنه حاسس إنه أنتوا درتوا ظهركوا إله وتركتوه وحيد. هو قاعد بيفكر في الذكريات كلياتها اللي بينكم، زعلان على فقدانكوا جدا جدا. أعتقد في انفصال في هاي العلاقة، كأنه هذا الإنسان شافكوا انكم لفيتوا ظهركوا له، ومثلا ما اعطتوه فرصه يصلح الكاسات اللي انكبت بيناتكم والذكريات اللي بيناتكم، لانه هو كل يوم تقريبا قاعد على الاطلال وبتذكر كل اشي صار بيناتكم، اي اشي، ذكريات حلوه، المشكله اللي صارت، كل اشي قاعد بفكر فيه. هذا الانسان حزين جدا جدا من ناحيتكم. طب عقله الباطني، بدنا نشوف عقله الباطني. واو، الانسان هذا زعلان عليكم، فبيحبكم جدا جدا، عقله الباطني متعلق فيكم، وبرضه عنده وسوسه في عقله الباطني، كانه يعني ما بيهدى، بفكر بزياده، عنده تعلق في موضوع ما، او فيكو. انا شايف انه فيكو، لانه انا شايف انه عنده خطوة ناحيتكو. تفكيره 24 ساعة بفكر فيكو، لانه برضه هو زعلان وقاعد على الذكريات من ناحيتكو، وبفكر في الذكريات اللي كانت واللي صارت وكل اشي صار. هذا الانسان عقله الباطني مش مخليه يدرك انه انك انت انفصلت عنه، مخليه هو بحالة ذكريات، بحالة توهان، يعني كأنه الانسان هذا مش مدرك انه هو انفصل عنكم نهائيا، فعنده عدم ادراك. وبعدين هذا الانسان على فكرة بعت لك طاقة التفكير جدا، يعني يمكن هو ضغط عليك في التفكير، يمكن انت بيخطر على بالك كثير هذا الانسان، لانه في عقله الباطني متعلق فيك جدا جدا، ومغلول جدا جدا انك انت كيف درت ظهرك له وتركته وحيد وزعلان، لانه عنده كوبايات انسكبت على الارض، فهو زعلان بنفس الوقت، متعلق فيك بنفس الوقت، بفكر فيك، فهو تفكيره ما بيهدى نهائيا، العقل الباطني ما بيهدى كده. طب تفكيره الواعي، تفكيره الواعي هو بحاول انه يجمع كل افكاره هاي
وما يطلعها ما يظهرها نهائيا. اذا هو يعني لانه انا عندي هون طلع انه هو متباعد، انتم شايفينه متباعد وسكر هي الكاسه من ناحيتكم، فهو بحاول انه يمسك افكاره وبس بينه وبين نفسه وما يدير وجهه ويفرد هاي الافكار قدامكم او يحسسكم بايش هو بفكر بالضبط. فهو ماسك هاي الافكار العصي كلياتها وماشي فيها لقدام مع رغم انه تعبان في حملها لانه هو هون تعبان وهون تعبان، فهو تعبان جدا جدا. هذا الانسان مهلك التفكير فيه كشخص، يعني كأنه بتحسر على الماضي والذكريات اللي كانت بناتكم. فهو الأفكار اللي بتجي زي الأسهم تنزل على راسه وهو بضل يجمع فيها، بس ما بده حدا يدرك بشو هو بفكر بالضبط. كمان هو زي كأنه أفكاره مشغولة بأنها مثلا يجمع بين العمل وبينك وبين ناس معينين في أفكار بس عقليا، يعني كيف مثلا انت بتفكر مثلا انا اشتقت لهذا الشخص، هو نفس الاشي بس ما بظهر هذا الشيء نهائيا، هو بيحاول يخبي هذا الاشي بس هو زي طافح معه ونفسه يظهر هذا الاشي، بس نفس الوقت شافك انه انت درت ظهرك للموضوع تركته يا برج الجوزاء. فهذا الانسان تعبان جدا، يعني جدا جدا ارهق التفكير فيك في الذكريات في الماضي. انسان كانه بلف ظهره كل ما يجي يتذكرك او يطلع على الماضي تبعك، كانه بيمسك افكاره بالغصب وبخدها وبتعب وبيحملها وبروح. طيب خلينا نشوف تفكير رايح كان عنا. خلينا نشوف شو المشكلة اللي بيناتكم. المشكلة اللي بيناتكم على فكرة في شخص منكم او انتوا اتنين وقفتوا قدام بعض وقعدتوا تحاسبوا بعض على دخول طرف تالت بيناتكم، او دخول شيء يخص العمل او شيء يخص العائلة. على فكرة هذا الانسان كأنه محاسبتك له او صراحتك له ازعجته، خلته يحافظ على افكاره او يحافظ على كلامه عشان هو ما يزعجك. لانه تقريبا المشكلة هو شايفه من نظره انك انت اجيت حاسبته على موضوع يمكن هو هذا الشخص اذاك فيه او حسيت انه غدرك فيه، فانت رحت وقلت له انت بصراحة عملت هيك، انت خنتني، دخلت طرف ثالث بيناتنا، انت دخلت العائلة بيناتنا، انت يعني قعدت تحاسب فيه على كل اشي صار بيناتكم. فهذا الانسان لهلأ بفكر بكلامك اللي انت حكيت فيه ومش راضي يطلع من راسه هذا التفكير. فهذا الانسان حاليا هو شايف الاشي اللي واقف بيناتكم انه الكلام اللي صار كأنه حاسك انت ما استشفيت اللي عمله فيك، انه انت زعلان ودرت ظهرك لهذا الانسان. اعتقد انه زعلك من هذا الانسان دخل طرف ثالث بيناتكم او دخل امور عائلية، او مثلا هذا الانسان مثلا انت شايفه انه مو قد المسؤولية، يحمل مسؤولية بيت اسرة. كمان انت شايفه كأنه اجى مثلا حكالك سامحني، فقلت له لا انا كيف اسامحك، انت دخلت طرف ثالث بيناتنا، انت خنتني، انت تركتني بوقت مثلا تركتني بوقت انا مثلا كنت محتاجك فيه، فانت تركتني وروحت هيك. فهو شايفك انك انت اذا بده يجي ناحيتك بدك تقعد تحاسب فيه على الماضي كلياته، لانك انت واقف يعني اذا اجى ناحيتك بدك تحاسبه على الماضي. هو هيك شايفك، يعني اقل اشي هو نظرته لك هيك. طيب شو خطوته القادمة؟ الشخص بده يرجع، بس هذا الشخص كأنه أول إشي بده يجرب خوف المحاسبة، أو هو بيستشفي حاليا من اللي صار فيه، عنده حالة استشفاء من يمكن من إدمان. يمكن هذا الشخص مدمن كحول أو مدمن تفكير أو مدمن على إشي،
هو كأنه راح يستشفي هذا الشخص، خطوته انه بده يجي اللي اثر فيه معك كأنه بده يجي يعطيك اياه فيس تو فيس، يعني الند بالند، يعني الكاسة اللي انت شربتها بده يشربك اياه، مش مثلا كاسة زعل او اشي، لا كأنه بده يجي يعمل صفحة جديدة معك، بداية جديدة يمكن بلش فيها صداقة من ناحيتك، لأن هذا الإنسان خطوته ورجوع. إذا حدا بيسألني هذا الانفصال هل في رجوع أو في رجوع، أنا بحبك جدا هذا الإنسان، يعني جدا بفكر فيك جدا جدا، بفكر في الرجوع هذا الإنسان، يعني التفكير مش هدين عنده، حتى الباطني العقل الباطني من ناحيتك، عقل الباطني بحبك يا أخي، شو بدك أكثر من هيك يعني. طيب خلينا نشوفك انت يا برج الجوزاء، شو مشاعرك من ناحيته، وشو انت شايف المشكلة اللي بيناتكم، وكيف تفكر فيه. خلينا نشوف مشاعرك من ناحيته، انت حس انه هو توأم الشعلة تبعك. حكتلكوا في فرق بيناتكم، احتمال يكون هذا الانسان مستقر متزوج، وهو مثلا زعلان لانه هو استقر مع شخص اخر، او هو مستقر وما في بايده حيلة انه يلف لكم ليشوفكم، لانه هو عفوا هو زعلان على انه خسركم، لانه هو مرتبط في اشياء تانية. كمان هذا الشخص انت يا ربي برج الجوزاء، عفوا معلش، كانك انت يا برج الجوزاء شايف انه هو توأم الشعلة، هو لافرز للدلافرز، هو برجك يا برج الجوزاء. كمان انت شايفه انه هو متعلق فيه جسديا وعقليا، وعقلك متعلق فيه جدا، لانه انت عقلك الباطني يعني بتحبه حب، على فكرة انت بتحبه حب مش مشروط، يعني حتى لو بيختلف عنك في العادات التقاليد في المسافة اي اختلاف توأم الشعلة، لانه هو بيكون مختلف عنك، احتمال انت تكون مرتبط، احتمال هو يكون مرتبط، يعني احتمال انت تكون متزوج يا برج الجوزاء، او عندك ارتباطات غير هذا الشخص، وهو احتمال يكون هو اللي مرتبط وعنده اختيارات غيرك. بس هو يعني اذا انت تسألني هو بيحبني نفس انا الحب اللي بحبه، وجدا جدا بحبك ومتأثر على غيابك، بيفكر فيك 24 ساعة، كأنه عنده انت مستقر في عقله الباطني، في عقله الواعي، حتى هو بحاول انه يخبي هاي المشاعر، يخبي هذا التفكير، حتى هو متباعد عشان ما تشوفه هو بشو مثلا بفكر، حتى لو حطيت لكم بلوكات هو حاطه لانه عشان انتو ما تشوفوا مشاعره، ما تظهر مشاعره قدامكم. فانا شايفك انت يا برج الجوزاء برضه انت بتحبه جدا جدا، وكأنك تنتظر انه يرجع، انت مستنيه يرجع هذا الشخص، مستني يصير مصالحة بيناتكم ومسامحة. وانا بعرف برج الجوزاء وطيب وبسامح، يعني ما بهمه يعني، بس انا بعرف انه برج الجوزاء اذا سامح على الخيانة بحس انه الشخص خلص مشكوك فيه، يعني برج الجوزاء ما بحب يعيش في الحيرة، يعني هو اصلا برج متحير. طيب هلا انت تفكيرك الواعي، انت هلا بتدور على استقرار مادي واستقرار عائلي، انت تفكيرك انه انت بدك استقرار وبدك حب وبدك تسامح وحب، وثلاث يعني كروت رايحاله بزياده يعني. فانت عندك امنيه انها تتحقق، ان هذا الشخص يرجع ويصير في بينك استقرار وعائلة، لأن أعتقد إنه هيك هذا الحب فيه شوي نوع من أنواع المستحيل إنه يحصل مثلاً استقرار الزواج، لهيك أنت بتفكر في الاستقرار وفي الزواج. طب أنت بنظرك، بوجهة نظرك هذا الإنسان كيف جرحك، أو شو أنت كيف شعورك بالمشكلة؟ أنت شعورك بالمشكلة كأن هذا الإنسان لهلا انت مجروح من الاشي اللي عمله، وكأنك طالع يعني واقف على اجرك غصب عنك، لانه انت حاسس ان هذا الانسان غدر فيك، دخل علاقة تانية اثناء علاقته معك،
كمان هذا الإنسان أنت، عفوا أنت، كأنك بتطلع عليه من بعيد وبتراقب فيه، بتشوف إيش بصير قاعد في حياته، وهل مثلا هذا الإنسان أخذ الكارما اللي بيستاهلها، مع إنك أنت أعمالك يعني بتفكر إنه يرجع لك، بس كأنه أنت بدك إياه الطرف اللي دخل بيناتكو يتعبه زي ما هو تعبك. كأنك حاسس إنه في المشكلة تبعتك يمكن اللي يشفيك، العصاية الوحيدة اللي تشفيك رجوعه، إنه يقول لك مثلا هذا الشخص أتعبني جدا وأنا ندمان عليك وأنا بحبك، وكأنه أنت قاعد هاد بتستنى في هذه اللحظة وأنت قاعد بتراقبه، ونفس الإشي هو بيراقب فيك وبطل عليك وبس تعب نفسك نفسه، نفس الإشي أنتوا اتنين تعبانين، مشاعركوا تعبانة، من ناحيتك تعبانة وأنت من ناحيته مشاعركوا تعبانة. طيب طيب شو الحل يا برج الجوزاء؟ نحل مع برج الجوزاء. الحل إنه يا برج الجوزاء تطلع من الحيرة اللي أنت فيها. أعتقد أنت يا برج الجوزاء يمكن اتقدم لك عرض زواج أو استقرار، فأنت محتار بين إنه تضل على الماضي اللي تركك مثلا وغدرك أو خانك أو تركك عشان شخص آخر أو تركك عشان العائلة أو تركك أي أيا كان، ولا تروح للاستقرار للعرض اللي جايك، لأنه أعتقد أنت يا برج الجوزاء جايك عرض وأنت محتار فيه. كمان عندي إحساس إنه برضه في منكم يا برج الجوزاء أنتوا أغلقتوا على هذا الشخص، يعني سكرتوا عليه مثلا السوشيال ميديا، سكرتوا مثلا إذا هو ساكن قبالك وسكرتوا الشبابيك قباله، هيك كأنه أنتوا مش مخلينا يشوفكوا أو ظاهرين أمامه، كأنه هم يعني النصيحة أو الحل للمشكلة إنه أنت تطلع من الرابطة اللي أنت فيها، الرابط اللي حاطط حالك فيها، لأنه أنت مسكر عليه، يمكن حاطط عليه بلوكات، ما بعرف أنتوا بتعرفوا، بس كأنك أنت مبعد عنه متباعد، ولأنك أنت تارك الإشي مثلا للمصير إنه يحله. فإذا أنت مثلا حاطط عليه بلوكات أو هذا ارفع عليه بلوكات إذا أنت حابب طبعا تصلح العلاقة هاي، يعني افتح الأبواب شوي، أو إذا أنت جايك عرض استقرار غير هذا الشخص بتقدر إنه أنت هلأ تحط لهذا العرض حدود، تختار وتريح بالك من التفكير، لأنه أنت شايف المشكلة بالنسبة لك متعبتك جدا جدا، وكأنك أنت واقف في عين عليك على إجريك بالغصب، وهو واقف على إجريك بالغصب، وأنتوا اتنين تعبانين من جهة بعض، بتحبوا بعض بس في شوية حجزات منك أو أسوار عالية أنتوا مش قادرين تتعدوها. هون بيحكوا لك في إنذار في العاصفة، انتبه يا برج الجوزاء. طب هلأ بنشوف شو الإنذار هذا في العاصفة. يمكن هذا الشخص انه بده يجيك غضبان، يمكن هلا نشوف ايش. نقول لك الحب اللي انت شاركته هو حب لا يموت، يعني هذا الحب انا حاسه برضه هيك انه استحاله يموت، حتى لو داخل هذا الانسان استحاله يموت، لو حتى في رغم التعب والفرق بيناتكم، وفرق يمكن في فرق مستويات طبقات، يعني انتم مثلا شايفكم هذا الشخص انكم مثلا مرتاحين ماديا، مرتاحين اسريا، بس هذا الانسان هو حاسس انه هذا الحب ما راح يموت. هون بقول لكم هذا الحب هو الحب الحقيقي، هو الحب اللي ما راح يموت، يعني لانه في رجع لهذا الحب، عشان هي تحضروا حالك قلت الجوزاء لرجع زي هذا، وهذا الحب الذي لا يموت. كمان انا شايف في بعض منكم يا برج الجوزاء زي ما قلت لكم انتم معروض عليكم كمان عرض غير هذا الشخص، فانتم محتارين بيناتهم،
خلينا نشوف شو بيحكوا لنا هون. انت كأن الناس، انت كأنك مستشار والناس تستشيرك. انت مستشار طبيعي ويستفيد الكثير من الناس من التوجيهات والطمأنينة. يعني انت كانت معروف برج الجوزاء انه الناس تيجي بتستشيره رغم طيبته وهذا، بس هو جدع، فانت الناس بتستشيرك، فانت استشير نفسك. يعني شوف شو بدك تعمل في هذا الموضوع، في الحيرة اللي انت داخل فيها اطلع منها عشان هذا الموضوع يتحل. برج الجوزاء اليوم متعب قراءتك. طيب خلينا نشوف العاصفة اللي بنزلونا فيها، شو هي العاصفة اللي جاي تجيك يا برج الجوزاء؟ زي ما حكيت لكم، من هذا الانسان يجي مثلا يجي يواجهكم مثلا بأسفة او بعصبيه او بنرفزه، فهذا الانسان حضر حالكم رجوع، يعني رجوع بقول لكم مثلا انه امسكوا على اعصابكم. كارت القوه والتسامح، انه هذا الانسان راح يجيكم، يمكن هذا الانسان يجيكم حامل هموم كثير، فمثلا كيف يحكي يجي في الشغل له فيكو، فهذا الانسان هيك بده يجي زي العاصفه بده يجي. فهو عشان هو من الماضي، رجوع من الماضي وتسامح، حضروا حالكم لهذا الموضوع، لانه راح يصير مواجهات. انا بحس انه راح تصير محاسبه في هذا الموضوع. عندي احساس كمان انه هذا الانسان مش تيجي مثلا يحكي لك مثلا سامحنا على اللي صار، لا، راح يصير نقاش حاد بيناتكم. فهذه العاصفة اللي راح تكون جايتك يا برج الجوزاء، مثل ما حكيت لكم هذا الشخص جاهز جاهز للمواجهة، لأن تقريبا هذا الشخص طلع من علاقة أتعبته، علاقة يمكن هذه العلاقة كانت أثناء أنتوا كنتوا موجودين معاه، فهذا الشخص كأنه بده يجي يفجر الموضوع قدامكم. مثلا أنا سويت وأنا خنتك وأنا هيك، فأنا ندمان، فشو الحل؟ أنا بدي أرجع، يعني هيك بدي يجي، وبدك أنت هيك تطلع لأنه واو، يعني جاي مثلا إنه وكأنك بدك كمان تحملني جميلة إنك راجع، فهيك رح تكون المواجهة هذه، يعني ما عندكم عاصفة ولا تخافوا. طب خلينا ناخذ شو نهاية القراءة هذه، إن شاء الله تكون هي سعيدة، أو شو نهاية العاصفة عندكم. إذا أنتوا فقدتوا التوازن رح ترجع تتوازنوا، أنا أعتقد أنتوا زي متحيرين في أمرين، في شخصين، أو متحيرين إن الشخص هذا ليش عمل هيك، أو أنتوا سكرتوا هذا الباب لأن الشخص هذا دخل طرف ثالث بيناتكم. كمان إنه أنتوا هذه نهايتها إنه رح يصير كلام بيناتكم، يعني رح يصير كلام شفاء طيب، يعني مش رح مثلا يصير لا سمح الله عاود فراق او يصير رحيل، لا، كانه هذا درجه هذا الشخص تتوازن كبرج الجوزاء وتوازن الشخص نفسه. هون صح طلعنا برج الاسد، يعني عشان الابراج. قلت لكم هي قراءات مائيه وهوائيه وكل الطاقات موجوده هون. وبرج الجوزاء اكثر شيء ظاهر عندي برج الجدي وبرج الجوزاء. شكرا لكم يا برج الجوزاء، اسف على الصوت اللي عندي، معلش سامحوني. وشكرا لمتابعتكم، اللي عجبوا الفيديو اشترك في القناه ويفعل الجرس ويحط لايك للفيديو، وبتمنى لكم مشاهده ممتعه ان شاء الله.